نبدأ بقى تعاملنا مع أمورنا اليومية المعتادة. في حاجات كده بتطلع وهيبقى فرصة إن احنا نجاوب حضراتكم عليها، يعني ما حد يعني ما تعرفش ازاي بتنتشر، ما تعرفش ازاي بتظهر، وتلاقي ناس متعلمين جدا محترمين جدا قاعدين بيتداولوها على انها حقيقه. احنا شغلانتنا في البرنامج ان احنا نحاول بطبيعه شغلنا يعني ان احنا نحاول نتاكد هو الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. عموما كورونا اتقال عليها كلام كتير قوي، وصلنا لغايه لحظه ان كورونا بيتقال عليها والله ايه، لا ده الحقنه بتاعه سم العقارب ممكن تعالج الكورونا. طبعا هو مفيش اي حاجه علميه بتقول الكلام ده، بس حاجه تظهر كده وتتردد وتزيد. علميا مفيش حاجه تقول الكلام ده. شغلانه العلماء انهم لما يجتمعوا يتكلموا في الحقائق. والنهارده كان العلماء في مصر ومسؤولين في مصر كانوا مجتمعين لعرض حقائق والتعرف على اخر التطورات. كان العنوان هو التجربه المصريه الرائده في مكافحه فيروس كورونا. ده كان العنوان اللي بدأ بيه المؤتمر الدولي السنوي لجمعية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المصري، هي من أهم الجمعيات العلمية لأمراض، مش على المستوى العلمي يعني، من أهم الجمعيات العلمية، وهي متخصصة طبعا في أمراض الصدر والضرع. المؤتمر ده تم برعاية السيد رئيس الجمهورية، كان بيحضره وزير التعليم العالي، كان بيحضره طبعا دكتور خالد عبد الغفار، وكان بيحضره الدكتور عوض تاج الدين، وهنا هو دايما بالبرنطين، مرنتة أنه يعني من أهم مؤسسي هذا العلم وهذا الطب والأبرز فيه على المستوى المصري، وكمان بوصفه طبعا مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. دكتور عوض برحب بحضرتك معانا يا فندم. أستاذ الشريف ازي حضرتك؟ الحمد لله ربنا يخلي حضرتك. اسمح لي أولا أهني سيادتك وأسرة البرنامج على التقدير الكبير جدا من سيادة الرئيس فتحي. ربنا يخلي. الحمد لله ربنا يخليك. الله يخليك. الحمد لله دايما الواحد يقول الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك أولا بس يعني معلش سؤال سريع كده وخاطف وتقول لي ده كلام صح ده كلام فارغ، إيه موضوع العقرب ده إنه حقنة سم العقرب تبقى دواء للكورونا؟ أنا قلت إنه مفيش أدلة علمية، صح مفيش أدلة خطأ. علمية خالص، مفيش أي مرجعية لهذا الكلام. وسم العقرب ممكن يكون سم قاتل ليس معالجا، وما فيش أي حاجة تدل على هذا. إذا كان هناك تجارب إكلينيكية سريرية موثقة وليها يعني مرجعية علمية وطبية نبدأ نتكلم في هذا الكلام، بس لكن لغاية هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها هذا الكلام غير وارد، ما فيش حاجة تؤيد ولا تساهم في تأييد هذا الكلام. بس كده يبقى جبناها على جنب ركناها خالص. النهاردة المؤتمر يا فندم اتكلم عن التجربة المصرية واتكلم كمان على نقطة فاعلية اللقاحات. أولا تمام، التجربة المصرية احنا حكمنا عليها ازاي بأنها الحمد لله تجربة ناجحة؟ يعني في ناس قالت ده ستر ربنا بينا، احنا الجهد اللي عملناه هو اللي وصلنا للنتيجة دي؟ النتيجة دي شوف سيادتك، طبعا هو المؤتمر ده المؤتمر رقم 62، جمعية من أعرق الجمعيات الطبية المصرية في المجال الطبي، وهي متخصصة بأمراض الصدر والتضرر. أعضاءها بيمثلوا كل أطباء الصدر في كل مصر من كل التخصص في كل المحافظات وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل المؤسسات. وطبعا شرفنا كثيرا بأن هذا المؤتمر هذا العام يكون تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي أدى يعني دفعة كبيرة جدا لهذا المؤتمر، وشهدته فعلا يعني بعث تحية وتقدير وعرفان للمجهودات الكبيرة جدا اللي عملوا أعضاء هذه الجمعية. الحقيقة هو المؤتمر مؤتمر جمعية مصرية، لكن واخد نوع من الرعاية يعني والتقييم من مؤسسات علمية وعالمية كبيرة جدا، مؤسسات كبيرة بيحضروا على بالحضور شخصي عدد من الأطباء والزملاء اللي مسموح بيهم في ظروف الاحتراز والوقاية، لكن معانا 14,000 حضروا هذا المؤتمر عن طريق منصات التواصل الاجتماعي سواء في مصر أو المنطقة العربية أو العالم كله. شارك معانا أيضا خبراء من مختلف أنحاء العالم، وعشان كده لما نقول التجربة المصرية ليست مبنية فقط على تقديراتنا احنا في مصر اللي احنا
بالخبرة والتحليل والرصد والإحصاء بنؤكدها. كان حاضر معنا امبارح أيضا دكتورة ممثلة منظمة الصحة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر. والحقيقة هي جت كان عندها ارتباط كبير جدا وجت متأخرة شوية، وقالت كلمة بعد الكلمة اللي أنا قلتها اللي كنت بأشيد بيها بالتجربة المصرية، سواء الدعم السياسي، دعم القيادة، دعم الرئيس، دعم المؤسسات كلها، مفهوم، حتى عبرنا إلى في سيطرة تامة على هذه الأزمة. هي كمان أشادت بمصر ليس فقط في موضوع الكورونا، لكن في موضوع الكورونا، موضوع القضاء على شلل الأطفال، موضوع السيطرة الكاملة، المبادرات الصحية المختلفة التانية. بالضبط يا فندم. طب أنا بس